أبو عمران موسى ابن ميمون ابن عبيد الله القرطبي المشهور بالرامبام مايمونيديز، واشتهر عند العرب بلقب الرئيس موسى، حاخام قرطبة ببلاد الأندلس في القرن الثاني عشر الميلادي، وأحد أهم المفكرين وفلسفة العصور الوسطى اللي عاش معظم حياته حتى وفاته في مصر، بيعمل كطبيب السلطان صلاح الدين الأيوبي ونقيب الطائفة اليهودية في مصر. مش هنكون بنبالغ لو قلنا ان ابن ميمون اهم شخصية يهودية عاشت في العصور الوسطى واحد اعظم المفكرين اليهود عبر التاريخ، الامر اللي من الممكن رؤيته بوضوح في عبارة بيحفظها العديد من اليهود عن ظهر قلب: من موسى الى موسى لم يكن هناك مثل موسى. From Moses to Moses there were none like Moses. اللي بتشير إلى أهمية ابن ميمون اللي بينظر إليه على إنه أعاد إحياء العقيدة اليهودية بعد واضع القانون اليهودي الأول النبي موسى موزس، من خلال عمله الضخم مشنا توراة اللي فصل فيه قواعد الشريعة اليهودية في نظام واضح وصارم بيدقق لكل تفاصيل حياة الفرد اليهودي. لكن في عمله الأهم دلالة الحائرين The Guide for the Pre-Blacks اللي كتبه في ثلاث أجزاء كخطاب لأحد تلامذته في القرن الثاني عشر كمصدر لرؤيته الفلسفية والفكرية للعقيدة والقانون اليهودي، طرح ابن ميمون ثيودوسي تبرير وجود الشر والمعاناة، وبدأ بفرضية وجود كائن كامل القدرة وهو الله، واستمر الفكرة إن كل الشر الموجود بالبشر نابع من صفاتهم وسماتهم الفردية، لكن الخير كل مصدره إنسانية كونية مشتركة Universally Shared Humanity. وجادل إن في بعض الأفراد مسترشدين بهدف وغاية عليا، في حين إن هناك أفراد أخرى مسترشدة بالماديات، ولابد إنهم يسعوا بجهد إلى إيجاد الغرض الأعلى اللي لابد إنهم يسترشدوا به في أفعالهم. لتبرير وجود الشر بافتراض وجود الله كامل القدرة والمحبة، ابن ميمون افترض خلق الشيء عن طريق تسبيب عدم إيجاد مضاده هو نفسه كخلق مضاد الشيء، وبالتالي خلص لأن الشر هو مجرد غياب للخير. ومن هنا صار ابن ميمون على نهج أفلاطون بليتو المعتزلة والفيومي من قبله، ورفض فكرة أن الموجود الأعلى هو مصدر الشر، لكن علشان يقدر يفسر صور الشر في الوجود والتوراة استخدم فكرة النقص أو النفي privation، الفكرة الأرسطوطالية اللي عرفها أرسطوطاليس على إنها نقصان خاصية أو ميزة ولا تتطلب وجود أي عميل. ومن هنا ابن ميمون شاف الشر على إنه نقصان الخير، وإن هذا النقصان لا يتطلب وجود أي عميل أو مؤثر خارجي لنسبته إليه، واستخدم مثال طرحه أرسطوطاليس للفكرة وهو حركة كرة في اتجاه حائط بعد اصطدامها بالحائط وارتدادها في الاتجاه المعاكس. الحائط في المثال ده مجرد سبب غير مباشر، لكن السبب المباشر هو دفع الكرة في اتجاه الحائط في المقام الأول. ومن الفكرة دي بدأ يبعد ابن ميمون في أفكاره بشكل قاطع عن أفكار متكلمي المعتزلة الأوائل اللي شافوا إن نقصان الخاصية له وجود مادي، في حين إن ابن ميمون اعتقد إن نقصان ملوش أي وجود مادي لأن نقصان الخواص غير محتاج لعميل، الفرد اللي بيطفي الشمعة فيعم الظلام غير مسبب للظلام لأن الظلام نقصان في وجود النور ولا يحتاج لعميل لإحداثه. وبنفس الصورة الله لا يحدث الظلام أو الشر، الله فقط خالق للنور والخير، والصفات الأخرى هي مجرد نقصان أو انعدام وجود للخواص اللي خلقها الله، وبالتالي لا يمكن نسبة الشر إلى الله. ابن ميمون اعترض على الفكرة السائدة خصوصا في عصره إن الشر أكثر من الخير في العالم، وشاف إن الناس بتنظر للوجود فقط من خلال وجودها الإنساني، وبالتالي بيخلصوا للفكرة دي. لكننا لو اعتبرنا الكون كله هنشوف ان الخير اكتر بكتير من الشر، وجادل ان البشر صغيرة جدا في عمل الله وكونه، وبالتالي لما الناس بتقابل الشر في حياتها ما بينظروش للوجود الايجابي خارج حياتهم. وده ابعد من كده متأثر بكتابات الشيخ الرئيس ابن سينا أفيسينا، وطرح نفس تساؤل ابن سينا: ان كان الله على علم او حتى دراية بالاحداث اللي بتقع لكل فرد بشكل يومي، فما بالك ان كان هو المسبب المباشر ليها في المقام الاول. ومن هنا طبق ابن ميمون فكرته عن سفر ايوب، وجادل ان لما ايوب لعن في الحقيقة ما لعنش خطط الله، لكنه لعن تبعيات النظام الكوني اللي وضع حياته في مسار الشر والمعاناة.
ابن ميمون اعتقد ان ايوب ما كانش فيلسوف، وبالتالي فشل في رؤية حقيقة مهمة جدا خلال محنته، وهي ان الوجود البشري روحي في المقام الاول، بيتخطى كل الحدود المادية، وظل مشغول بمعاناته المادية والجسدية، وبالتالي يأس ولعن. فكرة الاعتراف فقط بالقيمة الغير مادية او الروحية امتدت من افلاطون، الكندي، البلخي، الفارابي، ابن مسكوي، الى ان وصلت لابن ميمون، اللي بتعتبر ان كل الخيرات غير المادية مصيرها الفناء، وبالتالي وضع اي قيمة ليها مجرد تجارة خاسرة، لان القيمة توضع فقط على الشيء الروحي الغير مادي. الفكرة اللي عرفت طريقها للفلسفة اليهودية للمرة الأولى في التاريخ على إيد ابن ميمون، وبالشكل ده أرجع ابن ميمون الشرور كلها لثلاث أنواع: الشر الطبيعي اللي شاف أنه ضروري لحفظ التوازن بين الحياة والموت لكل الكائنات، واعترف ابن ميمون أنه جزء ضروري وأساسي من خطة الله، وشرور بيوقعها العميل الأخلاقي على الآخرين وهي اللي بتجلبه البشرية على نفسها، وشر أخير بيوقعه العميل الأخلاقي على نفسه، اللي اعتقد ابن ميمون أنه سبب معظم الشرور في العالم، نتيجة سقوط البشر ضحايا لرغباتهم وشهواتهم المادية، وجادل أن لمقاومة الشر الأعظم في الأرض لابد أن البشر تجاهد نزعات قلوبهم المادية. في الحقيقة أفكار وفلسفة موسى بن ميمون كانت ثورية صادمة ومؤسسة في العقل الجمعي اليهودي المعاصر والتابع. المجال مش هيتسع هنا لعرض كل أفكاره، لكننا هنتعرض لها بتفصيل أكبر في المستقبل في حلقات سلسلة الفلسفة اليهودية جوش فلسفي. لكن لو كنت من المهتمين بالموضوع أنصحك بقراءة عمل ابن ميمون الأهم دلالة الحائرين، المتاح في نسخته الأصلية العربية معروضة ومؤصلة على إيد الفيلسوف التركي المعاصر حسين أتاي.